رح نكون معكم البرنامج اسبرين. يا زلمة قلت لك اسبرين. انت شو قلت؟ اسبرين يا اخي. اسبرين هاي لازم تكون حبة اسبرين تفك الصداع، مو لتجيب الجلطة. لا اسبرين 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 مثل ما بدك. طيب يا اسبرين اسبرين كله تمام. اسبرين. جميع الآراء الواردة في المقالات لا تعبر سوى عن أفكار كتابها، ونحن لا نقوم إلا بمناقشتها. مرحبا مستمعينا. وزير إعلام النظام السابق مهدي دخل الله بحاضر بالشرف الإعلامي وبيقول للي عن اللي ضد بشار: انظروا فقط إلى منازلهم وجيوبهم وسياراتهم، يسهل عليكم معرفة ثمن الضمير. أسبرين بيقول له: لا دخل الله، عشرات الصحفيين السوريين اللي استشهدوا تحت التعذيب أكيد لم يستطيعوا أن يأكلوا مو أكتر حتى بل أي من مما تأكل أنت واللي بتسميهن ما باعوا ضميرهن. ونديم طيش حكى عن ذات الموضوع تسريبات ويكيليكس عن مال سعودي بالإعلام العربي، وبصح كلام نديم قطيش لتطمين دخل الله أنه ما رأى عليه شيء، لأنه باختصار قطيش بيقول: ما نريده من المملكة أكثر بكثير مما كشفته ويكيليكس. بحلقة اليوم رح نتذكر سوا من حلقات الأسبوع الماضي شي عن مقالب الأسد الأب والابن بالشعب السوري، ولأنه نحن برمضان رح نحكي كمان عن مقالب رامز واكل الجو. خلوكم معنا بحلقة بيست أوف أسبرين اليوم، وعنوانها: مسؤول في النظام يحاضر في الشرف الإعلامي. وزير إعلام النظام السابق موظف القيادة القطرية الأسبق مهدي دخل الله عم يحكي عن فضائح وتسريبات ويكيليكس، عم يحكي عن فساد وراء كواليس الإعلام العربي. رح نيجي معك لنشوف شو طبيعة هالفساد اللي مبحوث عليه بمقال بتشرين النظام، والعنوان: المشكلة ليست في من يشتري الضمائر وإنما في من يبيعها. عدى العيب بالنسبة لبيع الضمائر. أكيد. هلأ ببداية مقاله بيقول: أثارت وثائق ويكيليكس حول الأساليب التي تتبعها السعودية في التأثير على السياسيين ووسائل الإعلام في الوطن العربي وخارجه اهتماما واسعا في وسائط الرأي العام، لأن الأمر يتعلق بدولة إشكالية في بنيتها ودورها. طب خليني خبره شو تعليق نديم قطيش على الموضوع من مقاله بالعرب اللندنية. كمان خبرنا شو المقال. يمكن دخل الله عنوان مقال شو؟ تقصير الرياض كما كشفته ويكيليكس. يمكن دخل الله يضم صوته لصوت نديم قطيش بموضوع تقصير الرياض من باب العتب يعني. بس شو منساوي لك يا معالي الوزير الأسبق؟ بشار خرب الحنفية الخليجية، مع أنه أبوه الحاكم بأبره من قبله باع المعركة مع الإمبريالية بحفر الباطن وأخذ حقها بوقتها. شو بيقول نديم قطيش على كل حال أبو حمزة؟ يا سيدي بيقول: الحملة الإعلانية التي سبقت نشر وثائق ويكيليكس بخصوص مراسلات الخارجية السعودية بدت أكبر بكثير من مضمون ما نشر من مراسلات حتى الآن، بل هي في مكان ما أتت بمفعول معاكس خفف من غلواء الصورة السعودية التي دأبت على صناعتها وترويجها وسائل إعلام معادية للرياض، ومنها الصحيفة اللبنانية التي نشرت الوثائق. إيشو هالحكي؟
يعني ما في إنكار للدعم السعودي على سيرة طيب على سيرة الوثائق. اسمع شو بيقول معالي وزير إعلام النظام الأسبق، لأرجع لك على مقال تشرين النظام. بيقول مهدي دخل الله: لا تكمن أهمية الوثائق في أنها اكتشفت أمرا كان مجهولا، وإنما على العكس أكدت ما هو معروف. حلال عليك لدى المتابعين والمحللين ولدى عامة الناس على السواء. في هذا التأكيد تكمن الأهمية العلمية للوثائق. دائما هني بيحبوا الوثائق يعني. طبعا. فلا يستطيع أحد بعد اليوم اتهام ناقدي السعودية بالتحامل أو الانطلاق من مواقف مسبقة معادية للمملكة. نعم. إيه بس يعني إنه مو معناته كمشنا بهي وصلنا نعمم. هلأ بيتابع مهدي دخل الله: ومن ناحية أخلاقية بحتة لا نعيب على السعودية شراء الذمم والضمائر، فهذا بين قوسين حقها. يعني أخذوا ترخيص من مهدي دخل الله. باعتبارها دولة لا تنكر استراتيجيتها في نشر مفاهيمها وطريقة تفكيرها في الإقليم والعالم، لكن العيب كل العيب يقع على أولئك الذين يبيعون ضمائرهم من الإعلاميين والمحللين والسياسيين، يبيعونها رخيصة في سوق النخاسة التي تسيطر السعودية على مساحات واسعة منها. يعني بيع الضمائر مو مشكلة للي بيشتري، بس مشكلة يلي بيبيع. بس شو هاي يعني المفاهيم اللي لا تنكر السعودية نشرها؟ تاع اسمع شو هالمفاهيم يا أستاذ حازم من نديم قتيش. طيب سمعنا، رجعنا على المقال تبعك. تفضل. أنا قصدي أتفضل. أما في مضمون الوثائق فلن يعثر المرء على ما يشبه السعودية التي يقرأ عنها على صفحات الصحف المعادية لها، فهي ليست تلك الدولة المتوحشة السفاحة التي لا تسمح بالخطأ معها، بل دولة عادية تقلق من مقال هنا أو تعليق هناك، وتسعى بما أوتيت من أدوات لأن تحمي مصالحها وسمعتها وصورتها كما تفعل كل الدول في العالم. وهي حين تفكر بالتخلص من صحفي ما ومن إزعاجه أو إزعاجاته، لا يعثر المرء بين ثنايا برقيات خارجيتها على أي شيء ذي صلة بالاغتيال والتصفية، بل لا يوجد في تاريخ الصحافة من أردته المخابرات السعودية لأنه يعبر عن رأي مناهض للمملكة. وفي لبنان على سبيل المثال 4 من أبرز 6 صحفيين قتلوا أردتهم إرادة الاغتيال السورية، وهم سليم اللوزي، عندك أستاذ حازم، سليم اللوزي، نعم، رياض طه، سمير قصير، جبران تويني، فيما تكفلت مخابرات جمال عبد الناصر في تصفية كامل مروة صديق السعودية وأحد أبرز الكتاب والصحفيين العرب. يعني ما في طلبيات تفجير مثل تبع ميشيل سماحة؟ لا لا أخي، لا ما في، ولو كان في كانوا جماعة الممانعة فضحوا الدنيا فيها. هي جماعة الممانعة مو تبع بشار الأسد وشركاء؟ نفسها هي اللي بعتت طلبية المتفجرات مع ميشيل سماحة؟ إمبلا نفسها تبع تبويس الصوابيط العسكرية. هي على سيرة تبويس الصوابيط، معالي مهدي دخل الله بيستند بمقاله على وثائق كوثر البشراوي. شوف شو بيقول بمقاله بتشرين النظام. لنعود إلى مقالته الإعلامية العربية كوثر البشراوي أكثر من مرة، وهي التي رفضت بيع ضميرها من أجل حفنة من الدولارات، على طريقة هيك درامية بتحسوا حفنة ولا حفنة؟ حفنة حفنة. لا لأنه هو بالنسبة له حفنة وأنا فيها، بس على طريقة درامية بتحسوا بالسينما عم بيحكي. من أجل حفنة من حفنة من الدولارات. لقد ناشدت هذه المرأة الشجاعة الإعلاميين الذين باعوا مهنياتهم وضمائرهم بالعودة إلى طريق الصواب. أحسن شيء بالمقال لما يحكي دخل قلبه دخل الله أو دخل الله عن إثباتات على بيع الإعلاميين اللي مو مع رئيسه، يعني اللي باعوا ضمائرهم، لكن اللي بيقول: ومن أراد الدليل فليس من الصعب البحث عنه، انظروا فقط إلى منازلهم وجيوبهم وسياراتهم، يسهل عليكم معرفة ثمن الضمير، وإن كنتم تريدون التأكد من أنهم باعوا الذمم بثمن بخس فإليكم الحقيقة التالية. طبعا حيرنا بقصة الثمن البخس، يعني أنه حيرنا بالحقائق أو الحقائق الأخ. بيقول دخل الله: إنهم مهما ملكوا فلن يستطيعوا أن يأكلوا أكثر مما يأكل ذلك الذي لم يبع ضميره، ولا أن يلبسوا أكثر مما يلبس، ولا يستطيعون النوم على فراش أكبر من فراشه، لكنه يأكل بهناء ويأكلون بألم، وينام مرتاحا وينامون تحت تأثير الحبوب المنومة والمهدئة، ذلك أنه حافظ على ما فرط به الضمير. أهلا أهلا أهلا. ونحن أخي بنأكد لك سيد دخل الله أنه عشرات الصحفيين السوريين يلي استشهدوا تحت التعذيب أكيد لم يستطيعوا أن يأكلوا،
مو أكثر، بل أي مما تأكل أنت واللي بتسميهن ما باعوا ضميرهن. واستشهدوا كثير من السوريين من الجوع بمعتقلات ومانعت حرية الرأي. أما أن يلبسوا أكثر مما يلبس الصحفي الكنبة تبعك، فكلامك أيضا صحيح، لأنه فيك تشوف كيف بيطلع معتقل الرأي من المعتقل وما عليه شيء يستر حاله فيه. أما الحاجة لحبوب منومين النوم فكمان معك حق، وكتار منا جربوا كيف بيصير النوم خرافة. سؤالنا الثاني بحلقة اليوم على لسان الكاتب الصحفي سمير عطلة، وعنوان مقاله بالشرق الأوسط بيقول: كيف تكون؟ وإذا حكيت لنا بمقالك كيف ممكن يتحرر الإنسان السوري من الماضي، أنا بقلك خلينا نخلص من مشاكل الحاضر بالأول. وإذا كان من حق الإنسان يهتم بالقضايا الكبيرة، فمو بالأول ليخلص من أتفه التفاصيل اللي حياته صارت متوقفة عليها. معقولة. شوف شو اهتمامات الناس بالعالم وشو مشاكلهم بالمقال يلي ذكرناه على لسان سمير عطلة. بيقول: استمعت قبل أعوام على بي بي سي راديو 4 إلى لقاء مع مجموعة من الفلاسفة تحت عنوان ما هو أكثر ما يضايقك في هذا العمر، وأعطت أستاذة في 82 تشكو من داء المفاصل جوابا أثار الآخرين. قالت: غطاء الأناني الصعب. طبعا صعب الفتح بالضبط، انه هذا اصعب شيء عندها هي بالنسبه لها بعد 80 سنه. ما بعرف مهند شي. ممكن يكون اصعب شيء عنده الغازات السامه مثلا. ايه وارد، انا بعتقد وخاصه بالاماكن المغلقه. كيف غاز الكلور اذا تسرب على الاستوديو بصير. وبنرجع للكاتب اللي بيتساءل وبيقول: هل حياتنا مؤلفه من القضايا الكبرى ام من الاشياء الصغيره؟ ما هو اكثر اهميه، حل مشكله التلوث البيئي ام القسط الدراسي لحفيدتك؟ بالظروف الطبيعيه من حقك تفكري بالكبيره والصغيره، بس يا ترى بظروفنا فينا؟ أشك. بيحكي الكاتب عن أمريكا واهتمامات الناس وبيقول: الصحف الأكثر مبيعا في أمريكا هي الصحف المحلية. ابن ولاية أركنساو يريد أن يعرف من جريدته آخر أخبار داء الدجاج، وليس من موقع هيلاري كلينتون زوجة ابن الولاية وحاكمها السابق في انتخابات الرئاسة. بالنسبة لهم أنه في هموم حياتية، نحن بنهتم بالانتخابات الأمريكية أكثر منهم. بالضبط. بالمقابل اهتمامات العرب، بيقول الكاتب: كم نسخة يمكن أن توزع صحيفة عربية عنوانها الأول هذا الصباح عن ارتفاع أسعار الأدوية؟ صفر. كم عربي يقرأ دراسة عن مشكلة الجفاف القادمة؟ كم مجلة فكرية استطاعت البقاء خلال العقود الخمسة الماضية؟ هل يريد السوري المقيم في مخيم تركي أن يعرف مدى احتمال الحرب العالمية الثالثة أم موعد توزيع الحساء والبيض المسلوق؟ وكله يعني مرجونا للبلد نحكم من قبر، يعني مأسورة للماضي ومأسورة للكوارث والعقد والمشاكل تبع الماضي، وعم يرسخوها أكثر يعني على سيرة المسلسلات. حتى مسلسلاتنا صارت كلها ماضي ماضي مشوه كمان، يا ريت ماضي كله عم يهرب عن الأربع خمس سنين الماضيات دول اللي هن الحاضر حاليا. كله عم بيحتال عليهم. بالضبط. نرجع للمقال يعني، بس بالحقيقة بقلم سمير عطلة بتقول: كيف بدك تفكر بالقضايا الحياتية اليومية الصغيرة الطبيعية إذا ما انحلت المشاكل الكبرى؟ بيقول بكلماته: ولكن كيف يمكن أن ننتقل إلى حياة القضايا الصغيرة إذا لم نحل قضايانا الكبرى؟ كيف يمكن للعربي أن يفكر في داء الدجاج إذا لم يحد من الداء الذي يحصد البشر والبيوت والمدارس والنوم؟ اسمه براميل متفجرة هذا. إيه، بيختصروا ببراميل متفجرة وعلامة تجارية بالشر. عندما أقرأ بعض الصحف على لسان الكاتب طبعا المحلية في أمريكا، لا أفكر في أخبارها بل في أخبارنا. والسيدة الأمريكية التي تضايقت من مفتش التذاكر في القطار لا تعرف أن المرأة العربية تركب المراكب الغارقة في المتوسط وهي حامل، والفيلسوفة البريطانية المتذمرة من مفاتيح القوارير لا تعرف أن زجاجة المياه مشهد لم يره نحو 5 ملايين سوري منذ 4 سنوات. ترى ما هي المسألة؟ تلك هي المسألة، ليس أن تكون بل كيف تكون وأين. فاصل ومنرجع لكم. طبعا
طالما عم نلف وندور ونرجع لمشاكل واقعنا المحكومة من الماضي، من قبر الحاكم بقبره، لازم نعرف القواعد المرسومة من الماضي لحياتنا بلكي نفككها. لهيك خلينا نجرب نشوف شو القواعد العشر لحكم حافظ الأسد بمقال من العربي الجديد، والعنوان حكم حافظ الأسد ودروس للمستقبل في سوريا، للكاتب والباحث السوري سمير سعيفان. بعد المقدمة، وهي بتكون مهمة حقيقة، بتوصيف المواقف العامة اللي اجا فيها حافظ بوقتها بالسبعين واللي كانت كلها مخباية بالأول، بيرجع الكاتب بفند قواعد الحكم العشر طبعه، اللي هي بيقول عنها: كانت قاعدة حافظ الأسد الرئيسية من أجل تثبيت حكمه هي تعطيل قدرة المؤسسة العسكرية على القيام بأي انقلاب. وكيف الشيء؟ بيقول الكاتب: ربط جميع قادة الفرق والألوية والوحدات العسكرية به شخصيا وكل بمفرده، وكان يختارهم بنفسه وحرض على التنافس بينهم كي لا يتفقوا على أمر ضده. نفس الطريق تبعه يعني بالأمن، بكل فروعة الأمن حتى يومنا هذا، أنه ربط كل فرع فيه شخصيا وكل فرع بيشتغل ضد التاني حتى يقدر يتحكم بالزبط بالأمور والخيطان تكون بيده. طيب، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: القوة والرهبة هي من يبقيه في الحكم. وعنا بيقول الكاتب سعيفان: فأقام مملكة للخوف، دولة أمنية بمواصفاتها المكتملة وتفاصيلها كثيرة ومعروفة، فضاعف حجوم فروع الأجهزة الأمنية وشبكتها ووسع صلاحياتها لتتدخل في كل شيء. كثير من الأشياء بتشغل بال السوريين، ذكريات رمضان، في ذكريات عائلية غيره، بس بعد الشيء اللي صار بسوريا خلال 4 سنين والمعركة المستمرة تبع شبيحة الأسد على الناس، ومثل ما قلنا على مثل طفل، هذا الفيديو فيك تشوفيه على اليوتيوب، يمكن انحضر بس موجود لساته على موقع المستقبل، صحيفة المستقبل، بيبين شو ممكن يشغل بال فعلا، شو ممكن يشغل بال السوريين. قبل ما نفوت بأول مقال، في مادة صحفية بالقدس العربي حلوة بتحكي عن أحد المسلسلات اللي طالع على راديو أورينت، كونه كمان الناس كلها مشغولة بالمسلسلات، بس هذا المسلسل يمكن يكون قريب كتير لا يعني ذكريات السوريين وأوضاعهم. المادة بعنوان: ميس كاف ونوار بلبل يقضيان رمضان مع عيلة على الحدود، بالقدس العربي. ومن خلال المادة، هو المادة بتحكي عن مسلسل عيلة بنص الشارع عم يطلع على راديو أورينت مع كاتبه صبحي حليمة، والممثلين بالجزء الأول نفسه كانوا هن ميس كاف ونوار بلبل، تحية لهم. وبمشاركة بالجزء الثاني مشاركة ممثلة جديدة هي زينة حلاق. بالمادة بنقرأ: طرق الاحتيال عبر السفر الجوي، جوازات السفر المزورة، وسائل تهريب بأشكالها، كلها حاضرة عبر المسلسل السوري الإذاعي عيلة على الحدود، الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين نوار بلبل والفنانة ميس كاف. وتقدم حلقات عيلة على الحدود يوميا عبر أثير راديو أورينت في قالب طريف أقرب للكاريكاتير، عبر رصد جانب من الحياة اليومية للإنسان والمواطن السوري في ظل ما يجري على الأرض السورية، من خلال عائلة مكونة من زوج وزوجة لهما كيانهما الخاص وحالتهما الخاصة وطبيعتهما الشخصية. يعني الحقيقة موضوع كويس انه كتب عنه، يعني لانه في مبذول فيه جهد حلو ونتيجة حلوة، والحلو انه قراب كتير فعلا ليوميات السوريين من خلال طريقة طريفة، هي بس مشان كسر الجدية ومأساة الحالة الحقيقية. ختام المادة عن مسلسل عائلة على الحدود براديو أورينت بالمادة بالقدس العربي بيقول: ويحاول عيلة على الحدود تقديم مادة إذاعية سورية درامية رمضانية طريفة، تحاول رسم ابتسامة على وجه السوري الصائم في مخيمات ودول اللجوء دون إغفال واقعه ومأساته التي أوصلته إلى هذه الحال المزرية. وكأي مادة درامية فإنه يركز على الاستثنائي وعلى التصرفات والمفارقات والحالات الغريبة التي تحدث في هذا السياق. هذا بالنسبة للطريق إلى المخيمات.
أما الطريق اللي عم نحكي عنه اليوم بحلقتنا طبعا ذكريات رمضان، طريق إلى أحضان داعش وإسرائيل، في عنا مقال بعنوان رمضان دورة زمنية ناقصة، عنوان مقال الكاتبة السورية فاطمة ياسين بالعربي الجديد، ورح نشوف فيها ذاكرة السوريين عبر رمضان سنة بعد سنة، ولنشوف كمان ماذا يشغل ذاكرة السوريين، ملف يل عن روحك أم الإرهاب أم شهادة حافظ الأسد الإعدادية. عن الذاكرة وهلال رمضان بتقول فاطمة ياسين: يجبرك إعلان رؤية هلال شهر رمضان على النظر إلى الخلف، حيث ألقيت عاما هجريا بكل تفاصيله الشرق أوسطية. عند حلول رمضان لا تكون الأرض قد أتمت دورة إهليلية كاملة، فالتقويم الهجري يتخلف بحوالي 10 أيام عن الميلادي. وبتخاطب الكاتبة المرآة لتسأل المراية، يعني لتسأل ذاكرتها عن السنين الماضية. أنظر في المرآة ليس على طريقة الملكة الشريرة التي تسأل عن جمالها، ولكن عن طريقة على طريقة أليسا. فلدى المرآة على الرغم من طبقة نترات الفضة الرقيقة التي تطلي سطحها ذاكرة لدى ذاكرة ضخمة من رتبة الجيجابايت، وقد اختار صانع المرايا ألا يضع لها لسانا، فحافظت على الصمت بوصفه خيارا وجوديا على الرغم من الذاكرة المضخمة. بس النظر بالمراية ما بيخلق شعور الرضا عند الكاتبة، وبتقول: لا تخلق الحملقة في المرآة شعورا بالرضا، بل تعطيك شعورا ناقصا كالعام الهجري الذي قدمت أيامه العشرة. ما لنا بحاجة نكون كاملين أصلا على المرآة، يعني إذا بدنا نضل إنسانيين نضل حلو النقص، مو ضروري يكون كل شيء كامل، عم يحاولوا يوصلوا للكمال اليوم، بس ما يمكن يكون قصد الكاتبة شيء تاني. بس على كل حال مراي حكواتي الذكريات، الذكريات عند كاتبة سورية مو كتير مرضية برمضان ولا بغيره. تعبير الكاتبة فاطمة ياسين: رمضان الماضي ورمضان الذي سبقه والمطحنة الوطنية ذات الشفرات الحادة ابتلعت كل الأحداث الكبيرة والصغيرة. يستحضر رواد فيسبوك لحظات تعثرهم بخبر موت حافظ الأسد. حافظ أسد بالمراية ما كتير رح يريحها أكيد. أكيد، والمراية اليوم هي يمكن تكون فيسبوك، يمكن تكون شاشة شاشة رمضان اللي يفترض تكون هيك عم تسلط ضوء على ذكريات السوريين. هلأ ذكريات تانية من نفس الصنف تبع استحضار الحاكم بأبره، بتقول كاتبة: لا أذكر أين كنت حينها وترفض المرآة أن تخبرني، فتحتفظ بكل شيء لنفسها كالشاهد الصامت ذكرى تضخم الكيان الداعشي ودخوله إلى الموصل. وبتحكي كمان عن ذكريات ضربات التحالف الدولي كل ليلة وداعش لساتها بتحتل مدينة ورا التاني. هذا بالنسبة لذكريات كاتبة سورية. أما المسلسلات الرمضانية كمان محكومة بالسياسة برأي فاطمة ياسين، وبتقول عنها: تتحكم السياسة بعدد الطلعات الجوية وبطبيعة زخات الرصاص وبنوعية الصواريخ وبشكل الدراما أيضا. أكيد. شو بتقول؟ بتقول فاطمة ياسين: تهرب المسلسلات ذات الإنتاج الضخم من الحكاية السورية وتفضل أن تعود إلى الوراء قليلا، فتضخم ما كان من انتقادات لدريد لحام ووخزات لياسر العظمة وتعكسهما على مرايا محدبة، فيظهر اللص الصغير على شكل عراب ضخم يخفي وراءه سوسة البلة، وتضيع معالم الرواية بين ثنايا الدراما الملفقة المصنوعة أصلا للتسلية، يتبخر كل أثر للجوع والعطش، وتتلاشى فلسفة الصيام، فلا شعور بالجائعين والجوع الذين أضيف إليهم المقصوفون بالبارود والحديد الساخن. قد هي المسلسلات فعلا هي قريبة للناس، ولا هي عم تحاول تتجاوز معاناة خاصة كتير صعب تقدر تتجاوز هاي المعاناة؟ يعني احنا صرنا عم نحكي عن معاناة من نوع خاص كتير ما عم تتشبه إلا هي بس المسلسلات بالواقع. ويمكن فاطمة ياسين عم تشيل لها شيء، عم تتجاوز كل الحقيقة، لأنه إذا بتطلعي من بين كل المسلسلات اللي نازلة هلأ برمضان اللي شاغل الناس، يمكن تلاقي 10% إذا لقيتي بتلفت النظر. أكيد مو 10% حتى، لا
ذكريات السوريين مثل ما هي الحقيقة فعلا، مو بالطريقة اللي حكت عنها هي، انه اللي بتنوضع على مرآة محدبة لتكبر هيك وتبين انه سوسة البلا هي قصة جانبية، مو مثلا الحاكم بقبره او ابو سيادة. هلا كل حال بختام مقالة بتحكي الكاتبة عن ذاكرة السوريين هالايام كيف مقسومة بين ملف يلعن روحك بمصطلحاتها وملف الارهاب وملف كمان شهادة حافظ بشار الأسد الإعدادية اللي شغلت الناس على الفيسبوك من كم يوم، يعني عملت ضجة كلامية. هلأ بكلماتها بتقول: كان هناك وطن جريح نزف أجزاؤه مدينة مدينة، فلم يبق منه سوى دعوات إلى الاجتماع في جنيف وصراع على من يتسيد الطاولة. والطاولة هنا مثل كل الأشياء في المفاوضات غير مكتملة، تنقصها إحدى أرجلها فلا فائدة من الاستناد عليها. الملفات العاجلة منضدة فوقها كقطع الشوكولا، أكثرها إلحاحا ملفا يلعن روحك والإرهاب، وهناك ورقة منثورة تظهر درجات الطالب حافظ بشار الأسد النهائية في فحص الشهادة الإعدادية ينظر إليها الجميع بنهاية. هلا بسام بدارين ما بيكتفي بمجندي الميليشيات من فناني الدراما، لا، وطالما الحكي عن أجواء رمضان على الشاشة في فقرة تانية بمقاله بعنوان رامز ياكل الجو، بيقارن فيها بين مفاهيم كوميديا المقالب عند رامز وأمثاله والكوميديا اللي بتراعي القيم الأخلاقية برأي الكاتب. بيقول عن رامز على طبعا على ذمة الأستاذ بسام بدارين، بيقول: ما يفعله الكوميديان رامز جلال جريء وغريب وغير مسبوق، وفقا للموسم الجديد من رامز واكل الجو الذي تبثه MBC. يمكن اكتشاف عناصر التهور ليس فقط في شخصية النجم المتخصص بتقبل الشتائم والضرب، ولكن في نفسية من يمول برنامجه المكلف، من الذين قرروا طبعا الاستثمار في أبشع لحظات النفس البشرية وهي الخوف. يعني حتى بهون اللي بيمولوا بيستفيدوا من هاي الحالة الإنسانية. شو القصة مطلعينهم على 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 طيارة وشي بيصير فيها على أساس مخاطر إنه طيارة بدت يعني تنزل وواحد بيزت حاله بيوصلوا للحالة من الرعب، ممكن واحد ما يتحمل. وفي مقالب إذا بتتذكري، ما بعرف، أنا شفت شيء منه تبع كمان في حدا بينخطف بالصحراء وأساس عصابة وصير إطلاق نار. طيب أنا ممكن يعني ما بعرف قديه هو فعلا قديه الموضوع أخلاقي يعني. هلا على كل حال موقف الشخصي لبسام بدارين واضح لدرجة بيشوف انه مقالب رامز بتتجاوز حتى القيم الأخلاقية، والتفسير بكلامه: شخصيا لدي مشكلة مع الجانب الأخلاقي الذي يتيح لأي زميل فرصة حملي بطائرة وتضليلي وخداعي والمجازفة في قدرتي الحقيقية على مواجهات لحظات عصيبة. في برامج مماثلة عند الغرب توقع وثائق وتتخذ أقصى الترتيبات، أما في برنامج أخونا رامز فلا أتصور أن ذلك يحصل. وهنا مكمن السؤال الأخلاقي في تسلية فضائية ممولة من هذا النوع تعبث في خوف النفس البشرية. يعني عم يحكي كتير أنا منطقي، شايفته كتير حديثه منطقي يعني. وبعدين يعني الواقع العربي هو ناقصه رعب وكذا، ما بعرف إذا من باب العدالة يعني في حدا ممكن يفتيله إياه أنه من باب العدالة أنه الفنانين ما كتير بيواجهوا هذا الخوف الرعب اللي بيعيشوا، مو الكل طبعا، اللي بيعيشوا الناس العاديين. طبعا لما نحكي نحن عن مقالب يمكن يكون على نفس المبدأ اللا أخلاقي، يعني أسلوب طبعا تشبيه مع الفارق بين يمكن يكون أبو ثيادة شغال على المقالب هيك يعني بتسلى فينا بالشعب السوري، عم يجرب قديش نحن بس هو نسيان قصة أنه يمكن تكون نهاية المقلب تبعه بتشبه طبعا كمان تشبيه مع الفارق النهاية اللي عم بيواجهها رامز بمقالبه اللي بتضل على مستوى الشتائم وضرب شوي وأحيانا شوطة من هون. للي
للاستماع للحلقة فيكم تابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك، وبنشوفكم بكرة، وما بعرف إذا في قصص رمضانية كمان. بنشوف، يا بنشوفكم. باي باي. باي. رح نكون معكم ببرنامج اسبرين. يا زلمة قلت لك اسبرين. انت شو قلت؟ اسبرين. يا اخي اسبرين هاي لازم تكون حبة اسبرين تفك الصداع، مو لتجيب الجلطة. لا، اسبرين 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 مثل ما بدك. طيب يا اسبرين اسبرين كله تمام. اسبرين. جميع الآراء الواردة في المقالات لا تعبر سوى عن أفكار كتابها، ونحن لا نقوم إلا بمناقشتها.